السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا منح وفرص كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا منح كتيرة جدا، منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، ودول كتيرة جدا مختلفة. بالإضافة كمان كنا اتكلمنا عن فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وعرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالإضافة كمان كنا عرضنا فرصة، وهي فرصة تقديم والقبول فيها كان حصريا عن طريق قناتنا، وهي فرصة تطوع في فيتنام كانت شاملة معظم التكاليف، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة. وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان إن تم عرض خدمة وخدمة المساعدة في التقديم لأي منحة أو فرصة أنت عايزها. ممكن إنك تقدم بنفسك من خلال الفيديو شرح الفيديوهات اللي إحنا بنقدمها، او ممكن نساعدك في التقديم بشكل احترافي لاي منحه وفرصه انت عايزها. وعشان توصلك اي حاجه جديده من القناه بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهوله. واحب انوي كمان ان جميع رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصه بالمنحه اللي هنتكلم عليها النهارده هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب بالنسبه للمنحه بتاعت النهارده، هي منحه ممتازه جدا متاحه للجميع، سواء انت طالب او خريج او شخص بيعمل، ما فيهاش حد اقصى او حد ادنى للعمر، يعني كل الفئات مشموله في هذه المنحه. طيب نبدا على بركه الله ونتكلم عن فرصه النهارده. هي منحه لدراسه اللغه الالمانيه في المانيا، تمام؟ يبقى المنحه دي هدفها ان حضرتك هتدرس فيها اللغه الالمانيه. الدوله زي ما وضحنا المانيا، تمام؟ الفرصه دي هتكون في المانيا. طيب مين الجهه المانحه اللي بتعرض الفرصه دي؟ الجهه المانحه هي معهد الاتصالات الدوليه في برلين، تمام؟ ده المعهد او ده الجهه اللي بتقدم الفرصه دي لدراسه اللغه الالمانيه. عدد المقبولين في هذه المنحه بيقول لك ان المنحه دي بدات من عام 2006، وبيتم قبول اعداد كبيره فيها من جميع الاعمار والجنسيات، يعني حضرتك فرصتك في القبول كبيره، في اعداد كتير جدا بتتقبل في المنحه دي لدراسه اللغه الالمانيه والسفر الى المانيا. التمويل بقى صراحه تمويلها الى حد ما كويس، يعني مش وحش، جميل جدا. اول حاجه ان المنحه دي بتوفر رسوم الدراسه للغه كامله. طبعا عشان تدرس لغه المانيه في المانيا طبعا الرسوم عاليه جدا، مبالغ كبيره بتدفعها لو تدرس على حسابك، انما المنحه دي بتوفر لك رسوم الدراسه الكامله من غير دفع اي تكاليف، تمام؟ ده اول حاجه. تاني حاجه هيكون في سكن جامعي مجانا، تمام، تبع اللي هي مؤسسه معهد الاتصالات الدوليه، او هيوفروا لك غرفه فرديه مع عائله المانيه، يعني ممكن انت تقيم مع عائله المانيه وهيوفروا لك غرفه لوحدك، او هيجيبوا لك سكن مجاني طبعا جامعي. كمان هيوفروا لك بدل سفر 200 يورو، ومعنى بدل سفر 200 يورو يعني تذاكر الطيران حضرتك هيوفروا لك منها 200 يورو، يعني انت دلوقتي مثلا تذاكر الطيران من بلدك لالمانيا بتتكلف مثلا 300 دولار، فهم مثلا ممكن يوفروا لك 200 دولار فقط، وانت ال 100 دولار الباقيه تدفعها من عندك، او تذاكر الطيران بتوفر لك، او انت مثلا تذاكر الطيران من بلدك لالمانيا مثلا عامله 150 دولار، فبالتالي هم هيوفروا لك 200 دولار في 50 زياده هتكون ليك، وهكذا، تمام؟ يعني ال 200 دولار دي هتكون جزء او مساهمه منهم في تذاكر الطيران للسفر من بلدك الى المانيا. كمان هيكون في مميزات اخرى كتير، يعني انت تتعلم لغه المانيه، تتعرف على الثقافه الالمانيه، ممكن الموضوع ده فيما بعد يفتح لك فرص اخرى. في ناس بتشوف ان الموضوع ده مش بس هيكون دراسه للغه الالمانيه، انت هتروح المانيا ممكن بعد كده في فرص كتير يعني تتفتح قدامك، يعني هتكون الموضوع جميل جدا وممتاز جدا. طيب بالنسبه بقى لشروط التقديم، الشروط يعني يعتبر ما فيهاش شروط، احنا ممكن نقول عليها مميزات برضه، لان في الشروط بتاعتها ما فيش حد ادنى او حد اقصى للعمر، يعني سواء انت طالب في اي مرحله، سواء انت خريج برضه عادي، وهنا برضه نفس النظام، طالب او خريج او تعمل ممكن يتيح لك التقديم عادي من غير وجود اي مشكله، يبقى ما فيش حد ادنى او حد اقصى للعمر، طالب او خريج او شخص بيعمل عادي ممكن يقدم برضه للفرصه دي. طيب ايه هي الاوراق المطلوبه عشان تقدم للفرصه دي؟ ركز بقى معايا في الاوراق عشان هي اهم شيء. اول حاجه مطلوب من حضرتك السيره الذاتيه، السي في بتاعك، طبعا معروف جدا كل المنح بتطلب سي في. تعمل زي وصف مختصر للوظيفه الحاليه او الدراسه الحاليه، يعني حضرتك دلوقتي بتدرس في جامعه، تعمل وصف مختصر للدراسه بتاعتك، انت بتدرس ايه، بتدرس في اي جامعه، بدات الدراسه من امتى وهتنتهي امتى وهكذا، تمام؟ ولو حضرتك عندك وظيفه حاليه او مثلا خريج بتشتغل، يبقى توصف حالتك دلوقتي انت بتعمل ايه في حياتك، تمام؟ يبقى تعمل وصف مختصر. كمان مطلوب منك رسالة دافع اللي هي زي موتيفيشن ليتر كده، هتوضح فيها أسباب التقديم للمنحة وأهميتها بالنسبة ليك، يعني أنت ليه عايز تنضم للمنحة دي
والمنحه دي هت يعني هتعمل لك ايه مستقبلا او هتفيدك في ايه في المستقبل، تمام؟ مطلوب منك كمان توفر رساله توصيه، وهنا رساله التوصيه هتكون يعني بشكل كتابي عادي، اي رساله توصيه موجوده عندك هتكون مفيده، مش هتكون بشكل اونلاين زي باقي المنح بتكون صعبه فيها بتحتاج انت توفر رساله توصيه اونلاين، لا الموضوع هنا معاك رساله توصيه مكتوبه تمام خلاص يعني بتقدر تقدمها عادي. وممكن انك تجيب رساله التوصيه دي من اي شخص اكاديمي يعني مدرس عندك، دكتور جامعه، او من مديرك في العمل كمان، يعني هم مسهلين الدنيا خالص. كمان مطلوب منك خطاب قصير مكتوب بخط اليد، في خطاب كده انت تكتبه بخط ايدك وتوقع عليه. الخطاب ده توضح فيه انك مش هتقدر تتحمل تكاليف دوره اللغه في المانيا، تمام؟ لان لو رجعنا تاني، معهد الاتصالات الدوليه في برلين هو معهد بيقدم كورسات لغه، بيقدم حاجات كتيره جدا، فبالتالي هم طالبين منك انك تكتب خطاب انك مش هتقدر تتحمل مصاريف الدوره، تمام؟ ان تكاليفها هتكون غاليه عليك، وتثبت الحاله الماليه بتاعتك ومتوسط دخلك الشهري. يعني حضرتك توضح في الخطاب ده اللي انت تكتبه انت بتاخد كام، دخلك الشهري بيتراوح ما بين كام، ان انت ما تقدرش تغطي تكاليف البرنامج. او مثلا تعمل خطاب توضح فيه انك طالب بتدرس حاليا في جامعه او اي مؤسسه، وانك مش تقدر تتحمل تكاليف البرنامج لانك لسه بتدرس وما الى ذلك، تمام؟ يبقى يعني الاوراق بسيطه جدا، لا بقى هتحتاج فيها ختم من سفاره ولا اي شيء خالص، هتجهز الاوراق دي وتقدم على طول للمنحه. طيب ازاي بقى نقدم للمنحه دي؟ التقديم بتاعها بسيط جدا، حضرتك هتجمع كل الاوراق بتاعتك دي تمام وترسلها للبريد الالكتروني ده، يعني التقديم هيكون عن طريق الايميل فقط، انت هتجمع كل الاوراق اللي احنا ذكرناها هنا في ملف بي دي اف تمام، وتروح جاي باعتهم للايميل ده. ولكن ركز معايا بقى عشان في نقطه هنا لازم تركز فيها، جميع الاوراق دي لازم تكون باللغه الالمانيه، يعني هنا لازم الاوراق دي تكون مترجمه باللغه الالمانيه ما عدا التوصيه، يعني طبعا ممكن التوصيه عادي تكون باللغه الانجليزيه، والسي في بتاعك ممكن تقدمه باللغه الانجليزيه، لان طبعا الشخص اللي عامل لك التوصيه يعني اكيد مش هيكتب لك توصيه باللغه الالمانيه، تمام؟ ف الاوراق الباقيه كلها تكون باللغه الالمانيه ما عدا رساله التوصيه ممكن باللغه الانجليزيه، والسي في ممكن باللغه الانجليزيه، تمام؟ وحابب انوه كمان اللي احنا من خلالنا القناه بتاعتنا اللي هي قناه منح من كل الالوان بتقدم خدمه التقديم لاي فرصه او منحه انت عايزها، واحنا ممكن نساعدك في عمليه الكتابه للاوراق دي، او مثلا رساله الدافع، وصف مختصر للوظيفه الحاليه، خطاب قصير، احنا ممكن نساعدك على كتابة هذه الأشياء برسوم بتكون زهيدة جدا وبسيطة جدا، فأنت ليك حرية الاختيار تقدم بنفسك أو ممكن إحنا نساعدك في عملية التقديم، تمام؟ يبقى إحنا كده فهمنا إزاي ممكن نقدم للمنحة دي. طيب آخر ميعاد للتقديم هو 31 مايو 2020، ده آخر ميعاد للتقديم، أنت لسه قدامك وقت طويل، بس يستحسن إنك تقدم يعني في خلال هذه الفترة عشان تكون فرصتك أفضل يعني في القبول وما إلى ذلك. آخر ميعاد للتقديم هو 31 مايو 2020، جهز حاجتك براحتك وبعدين تقدم للمنحة. ملاحظات بقى مهمة جدا ونركز فيها عشان دي ممكن يعني تغير المنحة خالص، تمام؟ لو ما ركزتش فيها ممكن تغير المنحة بالنسبة لك بشكل كبير. ركز بقى معايا هنا. أول حاجة الدورة دي هتبدأ أو الدراسة في الكورس ده هيبدأ في شهر سبتمبر 2020، تمام؟ يبقى حضرتك هتبدأ دراسة في سبتمبر 2020 أو هيكون السفر لألمانيا أو هتكون متواجد في ألمانيا في سبتمبر 2020. طيب ركز بقى معايا هنا في الشرط الثاني أو الملحوظة الثانية. ونركز فيها كويس جدا، يجب ان يكون مستواك في اللغه الالمانيه B1 عند بدء الدراسه في الدوره. ايه الشرط الغريب ده؟ طيب قبل ما نوضح الحته دي تعالى كده نرجع للاوراق المطلوبه. هل كان في الاوراق المطلوبه هنا مطلوب اثبات لغه المانيه؟ يعني هل كان مطلوب ان انت ترفق شهاده اثبات لغه المانيه او اي شيء زي كده؟ طبعا ما كانش مطلوب هنا. طب ايه الشرط ده؟ الشرط ده بقى اللي هو اثبات اللغه الالمانيه يكون معاك او ان يكون معاك B1 على الاقل في اللغه الالمانيه. الشرط ده هم محددينه على اساس انت لما تيجي تبدا الدراسه في الكورس ده اللي هو في سبتمبر 2020 يكون انت عندك معرفه باللغه الالمانيه مستوى B1. طب هل المستوى B1 ده صعب ان الواحد يوصل له؟ لا، مستوى يعني مش صعب. طيب خلينا كده ناخد الموضوع واحده واحده. احنا دلوقتي في شهر فبراير، شهر 2، والدراسه هتبدا في شهر سبتمبر، يعني حضرتك قدامك لسه كام شهر عقبال الدراسة ما تبدأ، تمام؟ قدامك 7 شهور. طيب السبع شهور دي انت عندك كاملة ممكن انك تقدر توصل فيها لمستوى B1. طيب خلينا ناخدها كده، في موقع انا كنت بحثت عليه عن ممكن الشخص يستغرق كام عشان يوصل لمستوى B1. الموقع ده
انا بحثت عليه، موقع ممتاز جدا، بيعرض يعني فرص كتير، وبرده بيدي مقالات كويسه وبيشرح حاجات جميله جدا. الموقع ده بيقول لك عشان تتعلم اللغه الالمانيه انت محتاج عشان توصل لـ A1 75 ساعه، والـ A2 150 ساعه، والـ B1 اللي احنا عايزينها التارجت بتاعنا 300 ساعه. يعني انت محتاج دراسه 300 ساعه عشان توصل لمستوى B1 في اللغه الالمانيه قبل ما تبدا الدراسه في المنحه دي. طيب احنا دلوقتي قدامنا المنحه هتبدا في سبتمبر 2020، وانت قدامك انت دلوقتي في شهر فبراير، فانت قدامك 7 شهور. لو جينا السبع شهور دي بتعادل كام يوم؟ بتعادل 210 يوم. فلو قسمنا ال 300 ساعه اللي انت محتاجهم عشان دراسه اللغه الالمانيه، يبقى 300 ساعه على ال 210 يوم اللي قدامك قبل الدراسه في المنحه، تمام؟ 210 هيطلع لي كام؟ هيطلع لي انا محتاج في اليوم ساعه واحده بس ادرسها للغة الألمانية عشان أتعلم وأوصل لمستوى B1 عشان ألتحق بالدورة دي. يبقى الموضوع بسيط، هما مش طالبين منك في الأول إن يكون معاك المستوى حاليا، ممكن إنك تقدر تدرس دلوقتي المستوى ده. وال 300 ساعة دي فليكسبل، يعني أنت خدها مثلا، ممكن شخص يخلصهم في 5 شهور، يوصل لمستوى B1 في 5 شهور، ممكن واحد يوصل في 4 شهور، الموضوع بيعتمد عليك أنت. ولكن لو خدت لك ساعة كل يوم هتقدر تخلص المستوى البي 1 ده وتكون مؤهل إنك تلتحق بالمنحة دي. طيب هنا الموقع ده كمان جايب لك هنا موقع اخر ممكن تتعلم من عليه اللغه الالمانيه وتوصل لمستوى B1. بيقول لك ممكن تستخدم دوتش ويلدي، ده موقع تخش عليه من اللينك ده لو انت عايز توصل B1. بتقدر تتابع الكورسات من عليه بشكل مجاني عشان يوصلك لمستوى B1. طيب ممكن كمان في فيديوهات تستعين بيها موجوده على اليوتيوب تساعدك من الـ من الـ من الصفر حتى وصولا لمستوى B1. في ناس كتير بتشرح عرب بيشرحوا ازاي تقدر توصل لمستوى B1 في اللغة الألمانية، تقدر تتابع سلسلة فيديوهات مختلفة. يعني انت هتقدر تقرر مستوى الدراسة وشكل الدراسة اللي انت عايز تتبعها عشان توصل لمستوى B1. يبقى انت ما تحطش عائق قدامك ان المنحة دي طالبة B1 عشان تلتحق بيها، لا، انت تقدر تجهز حالك من دلوقتي. ممكن تاخد 4 شهور وتخلص اللغة دي وتوصل لمستوى B1، ممكن تاخد 3 شهور، ممكن تاخد 7 شهور، يعني كل شيء بيعتمد عليك وعلى حسب انت مقرر انك توصل لمستوى B1 ده امتى، تمام؟ يبقى شرحنا احنا النقطة دي، ونقول تاني ما تخليش الجزء ده عائق قدامك، ممكن انت تكسر العائق ده وتبدأ حاليا من دلوقتي تجهز للمستوى ده عشان توصل. وكمان هيكون مفيد ليك فيما بعد، يعني مش شرط انت تتعلمها فقط عشان المنحة، ممكن يكون ده مفيد ليك فيما بعد تستخدمها في حاجات اخرى، يعني هيكون افادة للمنحة وافادة ليك كشخص واضافة ليك انت في السي في بتاعك او السيرة الذاتية بتاعتك. طيب احنا كده شرحنا كل الاشياء عن المنحة. هنا بقى انا حطيت لكم الاعلان الرسمي للمنحة اللي فيه التفاصيل اللي انا شرحتها دي، تعال نخش عليه كده، تمام؟ هتلاقي هنا كل التفاصيل. طبعا هنا الموقع باللغة الألمانية، فحضرتك لازم تفتح من على جوجل كروم مثلا، تفتح من على موقع زي جوجل كروم عشان هيجيب لك ترانسليشن، يعني تكون منزل جوجل ترانسليت عندك. فأنا لو عملت ترجمة هنا هيحول لي الكلام ده كله للغة الإنجليزية، وهتلاقي هنا تفسير لكل حاجة، كل حاجة أنا شرحتها، ودي الأوراق المهمة طالبينها. وهنا بيقول لك بالنسبه لتفاصيل المنحه، توفير السكن وبدل السفر 200 يورو وما الى ذلك، كل التفاصيل هتلاقيها هنا. وبيقول لك ان هيتم الاعلان عن الفائزين في هذه المنحه في 16 يونيو 2020، هيتم الاعلان عن الفائزين في هذه المنحه. يعني حضرتك بالنسبه لمستوى B1 انت كمان ممكن تتقبل، وانت لسه يعني هم ما يعرفوش اذا كنت انت عندك مستوى B1 او لا، يعني الموضوع فليكسبل جدا وانت تقدر تتحكم فيه بسهوله. كمان احنا يعني احنا كقناه منح من كل الالوان بنعرض خدمه التقديم زي ما قلت لاي فرصه او منحه انت عايزها باسعار رمزيه. ولو عايزنا نقدم لك في المنحه والفرصه اللي انت عايزها، سواء المنحه دي واي منحه اخرى، ممكن تتواصل معانا من خلال الرابط ده. هتخش على الفورم اللي هتلاقيه هنا من خلال اللينك ده وتملى البيانات بتاعتك، واحنا نتواصل معاك ان شاء الله في اقرب وقت. كده انا شرحت المنحه بشكل كامل، لو انتم مهتمين بيها ابداوا جهزوا لها البيانات بتاعتها، وتقديمها بسيط وسهل جدا، ومنحه ممتازه جدا، فرصه سفر لالمانيا لا تعوض يعني. فان شاء الله باذن الله اتمنى لكم التوفيق والقبول فيها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.